خدناها خلال الأسبوع، ويعني هنقول introduction، ما هياش كل حاجة. ما ينفعش أبدا نضم كل ال gastrointestinal disease in one lecture، فهنعتبرها introduction للي احنا هنشوفه بعد كده. ايه اللي المفروض نعرفه النهاردة؟ المفروض نعرف ايه symptomatology العيان لما بيجي لك في العيادة أو في المستشفى بيشتكي من ايه، بيقولك أنا عندي ايه. المفروض نعرف some idea about peptic ulcer disease وبرضو about gastric cancer. أول حاجة symptomatology، يعني العيان أصلا لما بنشوفه في جاي في الـ ER أو جاي في العيادة بيجي يقولك أنا ايه. بالنسبة أول ما بيقول كذا ببقى عارفة إن ده تبع الـ GI، تبع الايه gastrointestinal بالذات. الشكوى بتبقى واحدة من دول، يا إما نازية، يا إما vomiting، يا إما abdominal pain بالذات الأبر، عشان احنا بنتكلم على gastrointestinal part بالذات، أو epigastric pain ده برضو الجزء اللي خاص بالستمك وبالديدينم. ممكن يشتكي من bloating، early satiety أو belching، أو ممكن يجي يشتكي من حاجة general زي loss of weight. يعني ممكن تبقى حاجة local خاصة بالجزء بتاع ال gastrointestinal area، أو ممكن تبقى حاجة general زي loss of weight. هو اشتكى من حاجة زي كده، بنبتدي احنا بقى نفكر ممكن يكون ايه من الحاجات اللي احنا عارفينها. فعشان طبعا هو بيشتكي بالعربي بيقول لك انا عندي كذا، فلازم نبقى عارفين الديفينيشن بتاع كل واحدة من دي. يعني ايه نازيا، يعني ايه vomiting، يعني ايه بيجاستريك بين، يعني ايه bloating او belching، وهكذا. فهي اول حاجة هنتكلم عليها definitions بتاع والcauses للسيمتوماتولوجي دي. اول حاجة هي النازيا. نازيا ما فيش حد فينا ما جالوش نازيا. عارف يعني ايه نازيا؟ نازيا is unpleasant sensation، sensation كده مش لطيف. راح تحس ان هو يعني about to vomit، imminent need to vomit. احساس نازيه يعني صعب يتوصف باكتر من كده، بس I think ان احنا كلنا عارفينه. vomiting ده الاكت نفسه، الاكت اللي بيبقى فيه forcible expulsion للستمك كونتنت كلها بتطلع. اللي بيحصل بيبقى فيه contraction للابدومينال وول والشيست وول وكل المسلز اراوند الستمك، لكن الستمك بتبقى باسيف. الستمك نفسها ما ينفعش تبقى contracting، هي بتبقى passive تماما، بيبقى relaxing. و even بيحصل relaxation اللي هو esophageal sphincter عشان تقلاو ال expulsion of the stomach content. ما ينفعش، ودي من حكمة ربنا، لان ما ينفعش كله يبقى contracted ولا يحصل على طول stomach rupture. فاللي بيحصل contraction لل abdominal wall muscles، chest wall muscles، و relaxation لل stomach و lower esophageal sphincter. Retching دي الحاجات احنا ممكن تكون بتحصل لنا بس مش عارفين معناها هي ايه. Reaching ده repeated contraction of abdominal wall without expulsion of gastric content، يعني اللي هو الإحساس contraction كده، بيحصل contraction abdominal wall muscle لكن مفيش حاجة بتطلع، يعني زي ال vomiting بس مفيش حاجة بتطلع. Belching دوت اللي هو ال belching اللي هو ال burping أو ال irritation اللي هو ال air بيطلع بقى، expulsion of air out of the stomach بنقول عليه scientifically belching. تمام. Regurgitation سهلة. This is about يعني بيحصل regurgitation للفود، الفود كونتنت، فبيحصل like without effort، يعني it is effortless return of food back into the mouth. بدل ما يعني ايه ال effort ده هنلاقيه في ال vomiting اللي بيحصل contraction و effort related وهكذا، انما regurgitation من غير اي effort من العيان، من غير اي contraction لأي حاجة، بيحصل ان في فود بيطلع يملى الماوث من الاستمك. دي الديفينيشن بتاع السيمتوماتولوجي الاولانيه. نكمل. عايزين نتكلم بقى عن كوزز في ايتش. يعني اول حاجه هنبتدي عليها اللي هي او نبتدي بيها الكوزز اوف نازيا اند فوميتنج. ولازم اعرفه او لازم تعرفوه من البدايه ان نازيا اند فوميتنج هي GI، لكن ممكن تيجي ان اذر then GI disease. ممكن تحصل general، ممكن تحصل لأسباب كتيرة جدا، psychological، neuro، وهكذا. فعلشان كده ال nausea and vomiting ديت يعني متكررة ما بيننا وما بين ال other systems. ممكن تبقى موجودة في neurology، ممكن تبقى موجودة في psychiatry، ممكن تبقى موجودة في other system affection. عشان كده هنلاقي ال causes بتشمل gastrointestinal disease، maybe metabolic or endocrine disease، neurological disease، psychological disease، and even maybe drugs.
ايه بقى الجي اي اللي ممكن تعمل لنا نازيا اند فوميتنج؟ احنا نازيا اند فوميتنج حاجه ابر، يعني كل الليجن هيبقى في الابر بالستمك او في سافيجس او في ايديودينم. من اول البيبتيك ألسر، الاكاليزيا. الاكاليزيا دي عباره عن هنقول موتاليتي ديس اوردر للاسافيجس. انا بحاول ابسط الامور جدا لان انتوا صعب اقول كلام ساينتفك قوي، يعني هيبقى ممكن يكون صعب عليكم شوية، فبحاول أقول الـ definition most simple way. ممكن يحصل nausea and vomiting في البيلاريك سينوزس، ممكن يحصل في الانتينال obstruction small intestinal obstruction، ممكن يحصل في البانكرياتيك والليفر ديزيز، ممكن كمان يبقى functional يعني ما فيش أي حاجة من دي خالص والكوز بتاعه استمك وكل حاجة، لكنه functional يعني زي ما بنقول في حالات الاي بي اس ده فانكشنال بس خاص بالكولون. اريتابل باول سيندروم ده خاص بالكولون. النوزيا اند فوميتنج ديسبيبسيا ممكن تبقى فانكشنال هي كمان. تاني سبب او تاني سورس للنوزيا اند فوميتنج ميتابوليك اور اندوكراين ديزيزز لايك بريجننسي، وكمان قوي بنشوفه كتير، دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، هايبر ثايرويديزم، بارا ثايرويد ديزيز، اديسون، hyponatremia and hypercalcemia. A lot of disease تبع الميتابوليك أو الاندوكرينال سيستم، لكنها برضو ممكن تعمل nausea and vomiting. Neurological causes ممكن تبقى meningitis, brain tumor, labyrinthitis, migraine and even severe pain. الواحد ساعات لما بيبقى عنده severe pain من كتر البين نفسه بيحصل له vomiting من غير أي ما يبقى فيه حاجة organic أصلا. Psychological، في عندنا اصلا فود يعني سايكاتريك ديزيز ريليتد للفود انتيك اللي هم الاندوريكسا نيرفوزا والبوليميا، دي اللي هو البنت الصغيره الاندوريكسا نيرفوزا، البنت الصغيره اللي عندها طول الوقت احساس انها فات او اوبيز ومحتاجه تخس، فتبقى بكشكتك خالص. افويد الايتينج، وممكن يحصل عندها فوميتنج اكتر منه في البوليميا. هي نفس البنت برضو بس بيبقى البوليميا اكتر فيها الفوميتنج، هي inducing vomiting، هي بتحاول بعد ما بتاكل عندها احساس طول الوقت بالجلد انها اكلت وهي عايزه تبقى thin، لا يبقى induce vomiting، تحط صباعها وتبقى ايه يحصل لها vomiting. او حتى الفير، مجرد الفير، مجرد ال vagal intense stimulation ممكن هو نفسه يعمل vomiting. drugs which can be a cause of vomiting، ممكن نعتبر اي drug يعمل vomiting، يعني ممكن يبقى العيان يبقى عنده intolerance a lot of drugs هي ممكن تعمل vomiting، لكن في drugs مشهورة عنها انها تعمل vomiting زي cytotoxic agents. احنا عارفين ان chemotherapy من الحاجات اللي ممكن تعمل vomiting بسهولة، زي الديجوكسين، زي الثيوفيلين، زي الانتيديبريسنت، لكن احنا ممكن نحط اي drug ونعتبره as a cause of nausea and vomiting. تاني موضوع عندنا هو الديسبيبسيا. What is dyspepsia? Dyspepsia بس دايما بنقول abnormal، يعني dyspepsia يعني معناه chronic or recurrent pain or discomfort centered in the upper abdomen. يعني احساس of unease أو indigestion. ليها definitions كتيرة جدا بس هي كلها بتدور على حوالين نفس النقطة، إن هو في sense of uneasiness or indigestion or pain or discomfort، وكله في the upper abdomen عشان أقول عليه dyspepsia. Discomfort may be in the form of what؟ ممكن يبقى in the form of bloating، احساس of distension، يعني هو يعني حاسس في الابدومن bloated او فيها جاز كتير، او abdominal fullness bloating، او early satiety or nausea. even nausea حتى ممكن نعتبرها بتدي يعني ايه the symptom of dyspepsia، لكن هو دي عبارة عن مش حاجة واحدة، dyspepsia مش حاجة واحدة، احنا ممكن نلاقي كل ده مع بعضه، يعني constellation of symptoms فيها bloating، فيها abdominal fullness، فيها nausea، وفيها early satiety، فيها discomfort، لكن uneasiness يعني هي عبارة عن مجموعة symptoms ما هيش symptom واحدة. dyspepsia طبعا احنا في الجي اي هنقولها لكم كتير قوي، احنا عندنا جزء الفانكشنال اكبر من جزء الاورجانيك، يعني احنا كلنا بنعاني من مشاكل ليها فانكشنال إيشو. يعني هنقول مثلا ان الاريتابل باول سيندروم ده فانكشنال، الديسبيبسيا دي يعني هنعتبر 60% او 70% منها فانكشنال. فانكشنال يعني ما عنديش اورجانيك سورس، ما فيش انفلاميشن، ما فيش تيومر، ما فيش باثولوجي، ما فيش حاجه باثولوجيكال هي اللي عامله لي الديسبيبسيا. فاحنا عندنا الديسبيبسيا اكترها الفانكشنال اكتر كتير من الاورجانيك. طيب
الاورجانيك بقى اللي ممكن يحصل، يحصل نتيجه لايه؟ ممكن يحصل نتيجه لبيبتيك ألسر ديزيز، ممكن يحصل نتيجه لريفلكس اللي هو الجاسترو اسوفاجيال ريفلكس ديزيز، او يحصل حتى المالجنسي ممكن برضو يبقى سبب للاورجانيك ديسبابسيا. ودي طبعا مهمه جدا، لان الديسبابسيا واضح من اللي احنا شايفينه حوالينا، حتى من اقرب الناس او حتى فينا نفسنا، very common symptom. ناس كتير قوي بتشتكي من discomfort في الابيجاستريك ريجون especially after eating، فالسيمتوم very common. فاحنا ايه اللي يخلينا نقول انها organic وايه اللي يخلينا نقول انها functional؟ اه هو functional كتير وكل حاجة، لكن مهم قوي ان احنا to pick up لو في organic source. الorganic causes زي ما اتفقنا ممكن تكون peptic ulcer disease، ممكن تكون reflux او intolerance to food or drugs، gastric or esophageal cancer، pancreatic and biliary tract disorders and maybe even drug induced يعني، او food induced، او اي اسباب تانية كتير ممكن تعمل dyspepsia. دي الorganic causes. نفرق او ازاي ما بين الفانكشنال والاورجانيك، ده بيبقى الايم بتاعنا دايما لما نيجي نتعامل مع حاله ديسبابسيا. يبقى لازم في الاساس نعرف يا ترى هي فانكشنال يا ترى هي اورجانيك، لان انا ما ينفعش اتعامل مع حاله انها فانكشنال وتطلع في الاخر عنها جاستريك كانسر مثلا، يبقى انا اللي ضريت العيان وخليته ليت فور دايجنوزز وحرمته من الايرلي دايجنوزز اند ايرلي مانجمنت. فهو دايما الايم بتاعنا كلنا اي جي بي دكتور اي سبيشاليتي، او حتى لو احنا جاسترو انترولوجيست، حتى لو احنا صغيرين او كبار، يبقى الايم بتاعنا ان احنا نفرق ما بين الفانكشنال وما بين الاورجانيك، لان احنا ما ينفعش نضر العيان. احنا لو على الاقل لو ما فدناهوش ما ينفعش نضر، يعني احنا مش قادرين نفيده يبقى نجيب حد تاني يفيده ونستشير حد اخر، انما ما ينفعش ابدا نضره. فاحنا دايما يبقى عندنا الكونسبت ده، is it functional or organic. لازم نفكر في كل حاجة في الجي اي symptomatology، is it functional or organic. ايه الكريتيريا بتاعت الفانكشنال؟ فانكشنال اللي عبارة عن مجموعة symptoms related للأبر أبدومن أو gastrointestinal region in the form of fullness، نفس الكلام اللي أنا قلته، gastric pain or burning, nausea, vomiting, bloating, pulsing، أي symptoms related للأبر جي اي. لكن عشان أقول إنها functional، وأنا بقول هقول الموضوع ده هقوله دلوقتي، هقوله السنة الجاية إذا ربنا أحيانا، وهقوله دايما طول الوقت لما بقعد أقوله، بقول كتير جدا إن يا جماعة ما تبقاش organic، ما يبقاش organic أبدا ونقول عليها functional. يبقى لازم نعمل exclusion لأي structural أو organic etiology. طب إزاي هنعمل exclusion لأي structural أو organic etiology؟ هندور على حاجة اسمها الايه، الالارم فيتشرز. هقولها الاول وبعدين نرجع للتايبس. الالارم فيتشرز هي دايما اللي بتفرق لي ما بين الفانكشنال وما بين الاورجانيك. وجود اي حاجة من دي ما تبقاش فانكشنال، يعني لو العيان جاي يشتكي من symptoms of upper GI symptoms كلها عبارة عن nausea vomiting و pulsing و bloating و early satiety ومش قادر يستحمل الفود وهكذا، لو العيان ده سامبلي فوق 50 سنة ما اقدرش ابدا اقول ان هي فانكشنال. لازم اكسكلود فيرست انها تبقى اورجانيك. ليه؟ لان انا عندي المالجنسي بيبقى كومن في الاولدر ايج، مفيش فانكشنال بيجي في الاولدر ايج فور ذا فيرست تايم. طبعا فور ذا فيرست تايم ليه؟ لان انا ممكن العيان يكون طول عمره بيشتكي من فانكشنال ديسبيبسيا، ده هو انا عندي، ما عنديش مشكله في ده. انا اللي عندي فيه مشكله ان العيان يجي فوق ال 50 سنه ويشتكي لك من ابيجاستريك فولنس او بلوتينج او ابدومينال بين او اي حاجه ريليتد للجي اي، واقول له يعمل حاجه، ده انت عندك شويه شويه عسر هضم او حاجه بسيطه في كده في البطن، هتاخد لها شويه مهضمات او تظبط اكلك وتبقى كويس. ما ينفعش، ده كرايم، كرايم ان انا ادخل العيان في سكه الفانكشنال وهو لازم يبقى انفستيجيتد فور اورجانيك سورس الاول. لو العيان عنده ويت لوس مفيش فانكشنال بيعمل ويت لوس، لو العيان عنده انيميا مفيش فانكشنال بيعمل انيميا او بلاد لوس باي شكل من الاشكال، او جي اي بليدنج طبعا، لو البليدنج واضح يبقى دي مش فانكشنال. لو عيان عنده بريزيستنت فوميتنج على الرغم ان هو شلنا السايكولوجيكال فاكتورز وعملنا ظبطنا الاكل وكل حاجه ولستيل عنده بريزيستنت فوميتنج، دور على الاورجانيك الاول قبل ما تقول انها فانكشنال. ديسفاجيا باي اني مين، العيان بيشتكي من ديسفاجيا باي شكل من الاشكال، انا قلت ديسفاجيا المره اللي فاتت، لكن العيان بالذات اللي بيشتكي من ديسفاجيا كونسيدرت اورجانيك انتل بروفد اذروايز، ما ينفعش ابدا تقول عليها فانكشنال. الفيفر لازم لها سورس باثولوجيكال، ما ينفعش ابدا فيفر تيجي في عين فانكشنال. سياتوريا برضو اللي هي الفاتي دايريا، الفاتي دايريا طبعا استحاله تبقى فانكشنال. وجود ايا ونكتورنال سيمتومز، يعني لو العين جه قال لك انا الالم بيصحيني من نوم بالليل
لا انا بعتبرها الاول اورجانيك، وبعد ما بتبقى اورجانيك بقوم اعمل اكسكلوجن من الانفستيجيشن، خلاص في الاخر اطمن انها هي فانكشنال، اقول له انت فانكشنال. ما ينفعش ابدا وجود اي حاجه من دي واقول عليها انها فانكشنال، لازم تبقى اورجانيك الاول واعمل لها اكسكلوجن انها في الانفستيجيشن انها ايه مش اورجانيك. طيب نيجي بقى بعد كده التايبس اوف نون ألسر ديسبيبسيا. العين بيشتكي من التايبس اوف بين بالذات، يعني البين بتاعها بيبقى شكل ايه؟ ممكن يبقى شبه الالسر بين، يعني شبه اللي هو اللوكالايزنج بين اللي موجود في الابر ابدومن، والعيان يقدر يشاور عليه بيبقى نقول عليها ألسر تايب نون ألسر ديسبيبسيا. او ممكن يكون شبه الريفلكس، يعني بيجي يشتكي من هارت بيرن، بيرنينج سنسيشن او ريفلكس اوف اسيد من الاستمك بيدي البيرنينج سنسيشن ده، فبنقول عليها ريفلكس تايب نون ألسر ديسبيبسيا. او ممكن يجي بيشتكي بهيفنس، احساس الهيفنس او ال التقل اللي ريليتد للاكل اللي احنا بنقول عليه ده، اللي هو ايه انا باكل ببقى مش مرتاح، بحس في حاجه كده الاكل مش مريحني ومش مريح نفسي، بنقول عليها ديسموتاليتي تايب. يبقى العيان بيشتكي من حاجه من الثلاثه دول، وهي احنا شور انها ما عندوش اي الارم سيمتوم، بنقول عليها نون ألسر ديسبيبسي اوف ألسر تايب او اوف ريفلكس تايب او اوف ديسموتاليتي تايب. هي دي الفانكشنال ديسبيبسيا او نون ألسر ديسبيبسيا. طيب يعني هو هنسيب العيان، هو انت عندك حاجه فانكشنال وروح بقى خلاص انت ما تتعبناش بقى معاك؟ لا طبعا، هو برضه ستيل عيان، يعني ستيل بيشنت وستيل كومبلينينج ولازم له تريتمنت. فازاي نعالجه بقى؟ على الرغم من ان هي نون ألسر وما فيش فيها ألسر، ساعات بنحاول معاه الانتاسيد ثيرابي، بندي انتاسيد وفي بروتوكول بيمشي عليه اسمه تيست اند تريت، بنعمل اتش بايلوري تيست وبنشوفها، لو بوزيتيف هي ممكن تكون بوزيتيف كوانسيدنتال طبعا، لكنها لو بوزيتيف ممكن علاجها لوحده ممكن يريح العيان شويه، فبندي العلاج بتاعها. دي موداليتي من التريتمنت. طبعا مهم قوي ان انا اعمل لايف ستايل تشينجز، الاكل اللي بيتعبك ما تاكلوش، لو سموكينج توقف السموكينج، لو الكحولك نوقف الكحول. دي حاجة بسيطة وما تقلقش، وما فيش منها organic nature. العيان دول بيبقى عندهم concomitant psychological troubles زي ال obsessive مثلا، هما بيبقوا كتير جدا منهم obsessive. obsessive يعني ايه obsessive؟ حد يعرف؟ انتوا نمتوا؟ obsessive يعني ايه طيب؟ هو زي ال بزيادة القلق، ان الشخصيه القلقه بزياده. اوبسيسيف هو منها ديزيز الاو سي دي اللي هو اوبسيسيف كومبالسيف ديس اوردر، بس مش ده اللي انا بقول عليه. الاوبسيسيف الشخصيه اللي طول الوقت حاسه ان عندها مشكله وانت بتطمني، بس انا ممكن يكون عندي مالجنسي ومحدش مكتشف، الدكاتره دول ما بيفهموش حاجه، الدكاتره دول لازم يعملوا لي انفستيجيشن، ده انا لازم اعمل منظار. بنشوف كتير جدا نوعيه العيان ده عندنا في العيادات، كتير جدا جدا، وخصوصا العيان اللي جاي بفانكشنال. ليه بقى؟ لانه اصلا مشكلته كرونيك وبتقعد فتره طويله جدا، وهو طول الوقت ما بي ديلي سيمتومز، كل يوم متضايق من الاكل تعبان. فبما انه حاسس ببروبلم which is maybe daily، يبقى هو كده عنده مشكله وانتوا بس ما اكتشفتوهاش. هو ده العيان الاوبسيسيف اللي لازم نعرف الابروتش بتاعه ونعرف ازاي نتعامل معاه. الاكسبلانيشن والاشورنس ساعات بيجيبوا نتيجه معاهم، وللاسف كتير منهم بيقعدوا يلفوا على كل الدكاتره لحد ما في الاخر ممكن في الاخر يقتنعوا، ويمكن ما يقتنعوش غير ما يعملوا انفستيجيشن، ويمكن حتى تبقى حاجات انفيسيف زي الاندوسكوبي. لكن هو دي عادة الناس الفانكشنال. الفانكشنال دايما مشاكلهم كتير سايكولوجيكال، فاحنا محتاجين ان احنا نعرف الابروتش، ان ده هي حاجة بسيطة، ده هي احنا اتأكدنا انها مش اورجانيك، ده هي ما تقلقش، يعني الاكل معين اللي بيتعبك نبعد عنه، نحاول نظبط اكلنا على قد ما نقدر، ناكل سمول فريكونت ميل. الحاجات دي مفروض انها تجيب نتيجه مع البيشنت. لو هو بقى يعني اوبسيسيف او كده، للاسف بنضطر ان هو احنا ايه نعمل حاجات تانية، ممكن ندي دراجز زي الترايل اوف انتاسيد ثيرابي او التست اند تريت بوليسي، او ممكن ندي بروكاينيتكس، او ممكن نعمل اكسكلوجن دايت. كل ده بنحاول فيه، ودايما العيان ده زي ما اتفقنا ان هو من العيانين الصعبين في المانجمنت. ليه؟ لانه هو عنده حاجة ديلي كرونيك، وهو نفسه شخصيته من الناس اللي صعب اقناعها. ده treatment of non-ulcer dyspepsia.
نيجي الموضوع اللي بعده الابيجاستريك بين. عيان جاي يشتكي انا عندي بين في الابيجاستريك ريجن اللي هي في الابر ابدومن. ايه اسباب الابيجاستريك بين؟ الكومن كوزز ممكن تبقى البيبتيك ألسر، البيبتيك ألسر هنقولها بالتفصيل كمان شويه، او ممكن تبقى النون ألسر ديسبيبسيا، او ممكن تبقى الجاستروباريسيس اللي هو الموتيليتي الستمك افكتد، بيبقى في ديليد امتنج للستمك. ده ما حتى العينين الدايبيتك بيبقى عندهم نفس الموضوع ده. Uncommon causes may be like biliary colic, like esophagitis, like reflux اللي هو GERD أو gastroesophageal reflux disease. حاجات تانية شبه chronic pancreatitis أو mesenteric ischemia أو even حتى برا GI خالص تبقى myocardial ischemia. حتى العيان الacute coronary syndrome ممكن يجي لك، أو myocardial ischemia ممكن يجي بgastric pain. نبتدي بقى عن الكلام اللي هو المهم شوية، كله مهم والله، بس يعني البيبتيك ألسر ديزيز من الحاجات اللي بنشوفها كتير جدا عشان كده بنهتم بيها. يعني من اسمها نقول انها it is ulcer in the presence of pepsin واسيد. يعني هو وجود البيبسين والاسيد هو اللي بيعمل ايروجن الميكوزا واللي بيعمل ألسر. دي شكلها في المنظار، الصورة اللي تحت ده ده شكل المنظار اللي داخل عشان يشوف هي فين بالظبط. ده definition. طيب هي يعني بيبتيك ألسر ديزيز هو مش حاجة واحدة، يعني مش حاجة بنشوفها نقول ان ده ألسر، لا هي مش ألسر بس. هي ممكن تبتدي من اول الانفلاميشن اللي هو gastritis inflammation of the stomach، وهي عبارة عن superficial واخدة بس اللاير اللي فوق ميكوزا بس، فبيحصل فيها inflammation فمنوع عليها gastritis. ده يعتبر برضو طبعا البيبتيك ألسر ديزيز. ممكن تبقى إيروجن الدبس أعلى شوية وصلت للجزء اللي تحت اللي هو يدوبك الميكوزا والساب ميكوزا، دي إيروجن نقرة صغننة كده نزلت لحد تحت، برضو دي تبع البيبتيك ألسر ديزيز. أو ممكن تكون واخدت الفول دبس وصلت لحد تحت خالص خالص لحد الماسكولاريس بروبريا إيفن سيروزا، وساعتها بتبقى وصلت لمرحلة إنها تبقى ألسر. فهي البيبتيك ألسر ديزيز بيشمل الثلاثة دول، يا يعني inflammation gastritis أو erosions اللي هي مجرد الإيروجنز، دينيوشن للميكوزا والساب ميكوزا، أو بتوصل لكل layers بتعمل ألسر. ده بالنسبة للصورة دي شكلها بالمنظار. يعني الصورة هتلاقوا في كولوم أسود كده اللي هو ده أسود، ده المنظار، المنظار مقلوب يعني هو شايف نفسه. احنا بنقلبه عشان نشوف الفندس بتاع الاستمك، عشان الجزء ده مش بيشوف في فورورد لا بيشوف باكورد فيو، فبنقلب المنظار فنشوف الجزء الاسود ده المنظار. ده شكل النورمال ميكوزا اللي على الشمال خالص، نورمال شايني ولذيذه اهي ومفيش فيها اي مشكله ولا حمار ولا اي حاجه. الصوره اللي في النص ده شكل الالسر اللي هي جنب الحته السوداء المنظار، هي عباره عن حته يعني ده ريجولر كده لونها ابيض، ابيض ده هي الفلور بتاعها. او الجاسترايتس اللي هي نلاقيها مش واخده شكل الايه الالسر، اللي هي بتبقى عباره عن شكل الميكوزا شكلها نون هيلثي وتحس انها ادمتس شويه وهايبريميك وفيها بليدنج، بس ميكوزا انتكت، هي انتكت وبتقول عليها جاسترايتس فقط. ايه بقى السايتس؟ احنا قلنا الباثولوجي الليجن ممكن يبقى جاسترايتس او ايروجن او ألسرز، لكن احنا ممكن نلاقي الليجن ده فين؟ ممكن نلاقيه في الاستمك، او ممكن نلاقيه في الديودينا، ممكن نلاقيه في other areas. لكن الماست كمان هي ديودينال طبعا، ديودينال ألسر هي اكتر مكان، او الديودينال هي الديودينال بالذات هي اكتر مكان بيحصل فيه ألسرز اكتر من الاستمك. ودايما عندنا جدول كده مقارنه ما بين الديودينال ألسر والايه جاستريك ألسر، لان هو في مقارنات او في حاجات كتير فروق ما بينه. ايه اللي بيسبب ألسر؟ pathogenesis of peptic ulcer disease. احنا عندنا الاستمك اصلا معروف ان هي مكان الديجيشن، فهي طبيعي يعني فيها ديجستيف انزيمز وفيها اسيد بنسبة عالية جدا. الأسيد دوت يعني كروسيف، بمعنى ان هو سامعني؟ معاك يا دكتور. تمام، بمعنى ان انا عندي حاجات في الاستمك اصلا بريديسبوز للألسر. وجود الأسيد في حد ذاته ده كروسيف، وجود البيبسين او الديجستيف انزيمز هي نفسها من وظيفتها اللي هي ديجيشن اوف بروتين
السمك نفسها تعتبر ميت بروتين عادي، احنا بنعمل ديجيشن للبروتين اللي هو ميت. في حاجة؟ في حد عايز يسأل سؤال او كده؟ ولا انتوا ايه الصوت ده؟ ما حد رافع يده. ايه؟ ما حد رافع يده يعني. تمام اوكي اكمل. زي ما اتفقنا ان احنا عندنا في factors which can lead to ulcer زي ال HCL of the stomach، زي البيبسين او digestive enzymes، هي نفسها تعتبر hostile factors. ممكن نزود عليهم لو احنا اخدنا non-steroid اللي هو drugs، drugs نفسها acerogenic هي نفسها بتعمل ulcers، وممكن نزود عليه ال H. pylori اللي هي ال infection الخاص بالpeptic ulcer. كل دي بنعتبرها hostile factors. احنا طول الوقت معرضين للحاجات دي، كلنا بناخد non-steroid لو عندنا هادك، كلنا ممكن نتعرض او كتير جدا مننا عنده H. pylori ودورمنت ما بتعملش مشاكل بس موجودة. كلنا طبعا عندنا الجاستريك اسيد والبيبسين في البادي بتاعنا، كلنا تقريبا عندنا نفس ايه الفاكتورز اللي هي ستايل فاكتورز دي، وعندنا برضو البروتكتيف فاكتورز اللي هي الحاجات بقى اللي بتحاول تحمي الستمك وول من الدينيوشن بتاع الستايل فاكتورز زي البايكربونات. احنا عندنا ريليز للبايكربونات بتحاول تعادل الاسيد على الاقل في الحته اللي ريليتد او يدوبك ان كونتاكت بالميكوزا. عندنا البروستاجلاندين بتحاول تحافظ على الميكوزا بالنهايه بتحافظ على البلاد سبلاي، بتحافظ على البلاد فلو للاستمك والهيلثي، بتبقى عشان تبقى هيلثي ميكوزا فبتحاول ايه تحافظ على الانتجريتي بتاعه الميكوزا. الميوكاس برودكشن ده في حد ذاته بيحاول يعمل لاير على الاستمك عشان يمنع الكونتاكت مع الاسيد، والبلاد فلو للميكوزا كل دي بتحاول تبقى بروتكتيف فاكتورز. فانا لازم يبقى عندي بالانس ما بين الستايل فاكتورز اللي هي ال H. pylori والنونستيرويدال والحاجات اللي عندنا والبروتكتيف فاكتور. طول ما البالانس دوت متحقق، طول ما فيش مشاكل وما فيش بيبتيك ألسر ولا غيره. لكن لو حصل لسبب ما ان البالانس ده لوست وان الهوستايل فاكتورز دي هي اللي بقت دومينيرنج، يبقى هيبتدي يحصل ان البايكربونات والبروستاجلاندين وكل ده ما عادش يبقى ليه رول قوي، ويبتدي الألسر او البيبتيك ألسر بالسبكترم بتاعها يحصل باي ديجري، اروجن جاسترايتس ألسر زي ما يحصل. فهي دي الباثوجينيسيس اوف ألسر اللي هو الامبالانس ما بين الهوستايل فاكتورز اللي هم 1 2 3 4 اللي احنا قلناهم، والحاجات البروتكتيف الحاجات اللي هي ليها علاقه بالبلاد فلو والبايكارب والميوكاس سكريشن والبروستاجلاندين. نبتدي بقى نقول ايه بقى هو البيبتيك ألسر كسيمتومز. العين بيجي يشتكي من ايه؟ العين عاده بيجي بيشتكي من بين. البين دوت معروف مكانه بيبقى في الجاستريك ريجن وات ايفر، هو سواء ديودنال او جاستريك مش هتفرق. البين دوت بيبقى maybe burning maybe aching like hunger pain، لكن بيبقى في epigastric pain. التايمينج بتاعه ممكن يساعدني شويه ان هو يفرق يا ترى هي ديودنال او يا ترى هي جاستريك. الجاستريك احنا اول ما بناكل الفود بيجي ان كونتاكت بالميكوزا اللي هي انفلامد اصلا، فعلى طول بيجي البين. دي الجاستريك ألسر دي على طول، زي ما بنكون مثلا جرح كده وتقوم جايب عليه كونتاكت باي حاجه في الدنيا، هتبص تلاقي الهايبر سنسيتيفيتي للجرح دوت خلت على طول في بين. يبقى الفود اللي بيعمل ايه اكزاسيربيشن للايه بين بتاع الجاستريك ألسر. طيب هنلاقي العكس بقى، ديودينال ألسر بتبقى اكزاسيربيتد بالاتش سي ال بتاع الاستمك، وبالتالي الفود بيعمل نيوتراليزيشن شويه لل HCL فالبين ما بيجيش على طول اول ما العين ياكل، بالعكس ده ممكن البين يقل شويه. البين بيجي امتى؟ اول ما الفود ده يسيب الاستمك ويبتدي ينزل على الديدينم ويلاقي الالسر يبتدي انيشيت البين، وبالتالي يبقى خلاص البين ده هيجي بعد ساعتين لثلاث ساعات اللي هي فتره الامتينج اوف ذا ستمك بعد الاكل. وعادة لو العيان مثلا بيتعشى وينام يبقى هيتقوم من النوم بالليل، لأن هو ده الفترة اللي بيكون خلاص عدينا ساعتين ثلاثة بعد العشاء والعيان نام وقام على البين. طبعا هنفهم ضمنا ان لما هناخد الفود نفسه بيقلل البين، الانتاسيد طبعا بتقلل البين، اي حاجة هتشيل الـ HCL من الاستمك هتقلل البين. ده بتاع ديودينال، ديودينال ألسر البين بتاعها بيقل مع الفود ومع الانتاسيد ومع الفوميتين، بس نشيل ال HCL من الاستمك. الأبر أذر سيمتومز هنلاقيها أكتر في الجاستريك ألسر، يعني لو عين لو جه أكتر عنده جاستريك ألسر هنلاقيه بيشتكي أكتر من نازيا، ممكن فوميتين، البلشن، كل السيمتومز اللي هي ليها علاقة بالاستمك هتبقى موجودة.
anorexia even dyspepsia ممكن, بس كل السيمتوم دي بتبقى commoner في الجاستريك ألسر أكتر من الديودينال ألسر. احنا قلنا الباثوفيسيولوجي من شويه, يعني نيجي نختصرها الكوزز بعد كده هنلاقي الاسباب البيبتيك ألسر ديزيز اللي احنا دايما بندور عليها لما نكون في هنعالج ايه, هنعالج السبب, السبب ايه يبقى لازم نعرفه. الاتش بايلوري من ضمن الحاجات الكومن جدا في الايه في وجود البيبتيك ألسر, وطبعا النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراجز كدراجز بتتاخد كونتينوسلي, يعني مش مجرد ان الواحد عنده صداع واخد حبايه يبقى هيجيله, لا ده العيانين اللي ماشيين عليهم لفتره زي العيانين الروماتولوجي مثلا عندهم روماتويد او كده وبياخدوا نون ستيرويد لفتره طويله. ممكن يحصل في اسباب تانية, ممكن يحصل كستريس ألسر, بيحصل في حالات مثلا ايه الستريسفل كونديشن زي العيان جاله مثلا كوما ولا جاله مايوكارديال انفاركشن او جاله حاجه ستريسفل قوي, فبتبتدي مش حاجه بقى مش ستريس العادي اللي احنا بنتعرض له, ولو ان هم دول الناس دول بيبقوا اكتر عرضه لايه برضو لديفلوبمنت اوف بيبتيك ألسر. فاي ستريس ميجر ستريس ممكن يعمل بيبتيك ألسر. الزولينج ريسنس سيندروم دي عباره عن جاسترينوما تيومر بيطلع جاسترين, جاسترين هو الهرمون بتاع اللي بيطلع لي اتش سي ال. Radiation أو Crohn's disease the other causes of peptic ulcer disease. اول حاجه واشهر حاجه واكتر حاجه المفروض نعرفها هي الاتش بايلوري. المفروض نعرفها مش عشان بس هي عندنا في الكوريكولم المفروض نعرفها, لا ده هو احنا يعني الناس اللي ماشيه في الشارع دلوقتي عارفين يعني ايه اتش بايلوري, جرثومه المعده. ولازم نعرفها ليه, لان الناس بقت عندها فوبيا من جرثومه المعده, يجي يقول لك انا عندي جرثومه المعده تحس ان هو بيقول ان هو عنده كانسر مثلا كده, الناس مرعوبه منها بشكل اوفر قوي. ليه؟ لانهم مش عارفين الفاكس اباوت اتش بايلوري. فاحنا من وظيفتنا بقى ان احنا على الاقل احنا جينيور دكتورز مثلا او يعني مشاريع دكاتره لسه نبقى يبقى اوعى شويه او اكتر وعيا شويه من الناس اللي حوالينا وعارفين يعني اتش بايلوري. الاتش بايلوري او الهيليكوباكتر بايلوري دي عباره عن بكتيريا فايرال جرام نيجاتيف, بكتيريا انفكشن وكل حاجه, لكنها فيري كومن, فيري كومن جدا جدا لدرجه انها موجوده تقريبا لو وورلد وايد هنقول مثلا في حوالي 50% من البوبوليشن. يعني احنا هنجيب اتنين واحد منهم يبقى عنده اتش بايلوري بوزيتيف حتى لو ما كانش عنده سيمتوماتولوجي, حتى لو ما كانش عنده بيبتيك ألسر, بس هو برضو ممكن يبقى positive for H pylori very common لدرجة ان الطفل هو عنده 8 سنين ممكن بداية ان هو يجيله H pylori بيجيله من سن ده very common, لان احنا درجة احنا مش عارفين هي بتيجي من ايه بالظبط, يا ترى اكل يا ترى مية ايه اللي بيجيبها مش عارفين لانها very common. ليه بقى؟ موجودة كتير جدا, هنبدأ نعرف منين السورس بتاعها. Very common لدرجة ان احنا مش لازم نربطها بالمالجنانسي زي ما الناس هي ليها علاقة بالمالجنانسي طبعا, لكن هي دايفيرس او لدرجة ان فيها سترينز فعلا ممكن تعمل مالجنانسي وفيها سترينز طيبة شوية وممكن نتعايش او كومنسل تتعايش معنا. هي فعلا ليها لينك للمالجنانسي لكن مش كلها. هي امتى بنشوفها وبنعالجها وبندور عليها؟ لو في سيمتومز, لو العيان بيشتكي, لو عنده بين او بيبتيك ألسر او كده, او حتى ان ألسر ديسبيبسيا برضو ممكن نشوفها ونعالجها. بس لو العيان اكتشف عنده بالصدفة ان عنده اتش بايلوري نعالج, بنعالج بس في وجود السيمتومز وفي وجود الكونسيكونس للانفكشن. يعني هي عملت مشكلة بنعالجها, ما عملتش مشكلة وبنت حلاله طيبة وسكتة خلاص بنسيبها, بنسيبها في حالها. هي ليها علاقة طبعا بالهايجين, عشان كده طبعا هي كامنر في الناس اللو سوش اكونوميك, بتوصل النسبة ل 70% من الحالات وبتقل في 40% من الحالات للناس اللي الهيجين عندهم كويسة, اللي عندهم ما عندهمش مشكلة قوي في الهيجين. فعشان كده ليها علاقة بالسوشي اكونوميك ستيت. الترانسميشن طبعا انفكشن في كوورال عن طريق الاكل والشرب والمية وكل حاجة, زي ما اتفقنا انها very common, واي حد هيكلمك عنها يا جماعة ناخدها بالراحة شوية, مش كل الـ H pylori وحشة. وامتى بنعالجها؟ بنعالجها بس في وجود symptoms, غير كده لا. طبعا في النون ألسر طبعا في وجود symptoms ما قلناش لا. نرجع تاني هقول نفس الكلام, spiral shaped micro aerophilic يعني بتعيش بس في تحتاج كمية air بسيطة, gram negative ليها flagellated flagelli
السطر اللي جاي ده هو كاتاليز او اوكسيديز او يورياز بوزيتيف، ده اهميته مهم جدا على فكره، اهميته في ان احنا التست بتاعها بقى بنستغل التست بتاعها فور دايجنوزز، بنشخصها ازاي، هي بتطلع يورياز يبقى بندور على اليورياز، فهو ده بنستغله في دايجنوز، ده البيز فور دايجنوستيك تيست. ده اللي هنرجع تاني تقريبا الباثوفيسيولوجي، هي بتشتغل عن طريق حاجتين، يا اما انها بتعمل انفكشن للميكوزا نفسها زي ما احنا شايفينها في الانتروم، يعني الستمك كله اكتر مكان بتعيش فيه هو الانتروم، فبتعمل دايركت انفلاميشن للستمك وول نفسه. الحاجة التانية المهمة برضو، طب هي ليه علاقتها بالديودينال، اذا كنا احنا بنقول ان هي ممكن تعمل دايركت انفكشن الاستمك فبتعمل انفلاميشن المكان اللي هي فيه، طب ليه بتعمل اليورينال، عشان الفيدباك، هي لما بتعمل انفكشن الاستمك واتروفي للميكوزا فبيحصل فيدباك انكريز للجاسترين، فالجاسترين ده يقوم رايح على الجزء الهيلثي اللي في الاستمك اللي في الفاندس في البادي، يقوم يطلع الاسيد زياده، الاسيد زياده دوت هو اللي بيروح على اليودينم وبيعمل ألسر، فهي بتعمل الاثنين، يعني بيعمل جاستريك ألسر عن طريق الدايركت انفيجن او بتعمل ديونال ألسر عن طريق الفيدباك للريليز ال HCl from the rest of stomach، يعني بتروح لبقيه الفيدباك بيطلع لي HCl من بقيه الاستمك. الريليتد ديزيز احنا بنلاقيها في طبعا في البيبتيك ألسر ديزيز، اكترهم طبعا كرونيك جاسترايتس، الاتروفيك جاسترايتس، ديودينال ألسر، جاستريك ألسر، كل دول بنعتبرهم تبع السبيكتروم اوف بيبتيك ألسر ديزيز بنسبهم. طبعا الديودينال ألسر بتاخد الابر بيرسنت، بتوصل ايفن اب تو 100% من الاتش بايلوري. ليها لينك للمالجنسي، ليها لينك للمالجنسي، ممكن يحصل فيها تو فورمز اوف مالجنسي، الجاستريك كارسينوما 70% من الجاستريك كانسر بيبقى فيهم الاتش بايلوري. المالجنسي اللي ريليتد بدرجه اكتر اللي هو المالت لينفوما، اللي هي الميكوزا اسوشيتد لينفويد تيشو لينفوما، دي عباره عن سوبرفيشال مالجنسي بيبقى موجود في الاستمك، ودوت ملوش غير الاتش بايلوري، هو بتاع الاتش بايلوري، هو بيحصل نتيجه لوجود الاتش بايلوري، والتريتمنت بتاعه بيحصل 50% من الحالات بتروح مجرد ان احنا نعمل ايراديكيشن الاتش بايلوري من البادي. وليها لينك طبعا برضو لان الالسر ديسبيبسيا زي ما اتفقنا في الاول خالص. دايجنوزيس بقى كلنا عارفين تقريبا بتتشخص ازاي، مفيش حد تقريبا ما دورش عليها وشافها في في نفسه في حد قريب. اليوريا بريس تيست اللي هو اختبار النفخ اللي احنا العينين عارفينه دوت، البيزز بتاعته طبعا ان احنا بندور على اليورياز اكتيفيتي، بندي حاجه راديو اكتيف، والراديو اكتيف دوت لو ان الاتش بايلوري موجوده هي بتعملها كليفج وبتطلع لي الراديو اكتيفيتي، تطلع في البريس وتبقى مونيتورد هي ماسكاه في ايده ده بتنفخ فيه، ولو في راديو اكتيفيتي واضحه في البريس بتبان على شكل انديكيشن او انديكيتور معين واضح في التست. Very very sensitive and specific test، بيشخص حالات كتير، بيستخدم في الأطفال، بيستخدم في pregnant ladies، بيستخدم wide spread، سهل قوي علشان كده بنستخدمه كتير. التست التاني ال H pylori stool antigen test، برضو very sensitive and very specific، بندور على الانتيجين بتاعه في الستول، ده بنستغله امتى، لو احنا عندنا عيان مثلا بنعمل stool analysis يبقى بالمرة ممكن نشوف فيه ال H pylori antigen test. التست الثالث السيرولوجي، الانتيبوديز هو انفكشن يبقى ممكن يبقى ليه انتيبوديز، لكن مشكلة السيرولوجي ان طبعا الانتيبوديز مش سنسيتيف، يعني بمعنى انا ممكن يكون العيان جاله اتش بايلوري وراحت بالتريتمنت واجي اعمل الاي جي جي عليها بوزيتيف، هي الاي جي جي قالت لي ان هو كان عنده قبل كده بس كان عنده وراحت، كان عنده لسه موجوده ما تقدرش تفرق. الانتيبوديز ما تفرقليش ما بين الاكيوت انفكشن وما بين الباست انفكشن اللي هو حصل من فتره طويله، علشان كده ما بستعملوش غير ليميتد قوي، بستعمله امتى في الحالات اللي اوريدي كان ما خدتش تريتمنت الاتش بايلوري قبل كده وانا بشخصها لاول مره تيجي للسيمتوم، هو ده استعماله الوحيد للسيرولوجي، فيما عدا ذلك بلجا لليوريا بريس تيست او الاستول انتيجين. الانفيسيف تيست طبعا كويس جدا انه يتعمل بس ما بعملوش، ليه؟ لان انا مش كل الحالات
بعمل لها منظار اصلا اللي هو الاندوسكوبي، هو بيتعمل اثناء المنظار اندوسكوبي، بياخد بايبسي واشوف بيها، بحطها برضو على انديكيتور عشان تقول اذا كان في اتش بايلوري او لا. اسمه كلوتست، الكلوتست هو ده الاسم المتبع اللي احنا بنعمله في المنظار، او بناخده ونعمله هيستوباثولوجي في المعمل، بنبعته للهيستوباثولوجي او بنعمله كالشر وبنستفيد بالكالشر في الحالات الريزيستنت للتريتمنت اللي احنا اصلا اديناها تريتمنت مره واثنين وما استجابتش للعلاج، فبتضطر في الاخر ان احنا ناخد عينه ونعمل لها كالشر. هي دي فكرة الانفيسيف تيست. بس هي فكرة برضو الانفيسيف تيست ان انا ما بعملهاش الا اذا كنت بعمل منظار بس اندوسكوبي، انما غير كده ما بتتعملش. بعملها باي ذا واي، انا بعمل اندوسكوبي باخد بايبسي وبعملها باي ذا واي. طبعا المنظار نفسه ده شكل المنظار اللي احنا بنعمله، مش طبعا اللي حضر فوق انتوا لسه ما حضرتوش في الاندوسكوبي يونت او كده، بتشوفوا نفس الشكل ده، بيدخل عن طريق الماوث، بيشوف في كاميرا اتاشد للبوينت الاخيره بتاعته، والمونيتور اتاشد للمونيتور بتصور لك الايه السمك من جوه، بنشوف اذا كان في انفلاميشن بنقدر ناخد بايبسي، ممكن ليه موداليتيز كثيره للتريتمنت. ده الاندوسكوبي. طيب يا ترى احنا محتاجين نعمل منظار امتى؟ طبعا مش كل العيانين اللي بييجوا يشتكوا من جاستريك فين، وحتى suspected to have dyspepsia او suspected to have peptic ulcer even يحتاجوا ان احنا نعمل منظار. هو ليه indication، الindications هي نفسها الالارم فيتشرز اللي انا قلتها قبل كده. مش كل الناس اللي عندهم vomiting بنعمل لهم endoscopy، لا ده العيان بس اللي عنده resistant vomiting irrespective للموداليتيز للتريتمنت هو ده اللي بنعمل له endoscopy. وجود اي من الالارم سيمتوم سواء dysphagia او جي اي bleeding او weight loss او anemia، ده يخليني على طول اول حاجه افكر فيها المنظار، اعمل منظار الاول. طبعا العيان اللي جاي يشتكي فوق 50 سنه لاول مره بيشتكي من epigastric pain، ده اول ستيب ليه في المانجمنت هو المنظار. انا ما اقدرش ابدا اطمنه من غيره، يعني ما ينفعش اطمنه اصلا. هو ده هنعتبره malignant until proved otherwise، cancer until proved otherwise. ففي كل الاحوال الindication of endoscopy هي بالظبط الالارم فيتشرز اللي انا قلتها. المعمل امتى؟ لو انا عندي اي منها، اي واحد منها بس كفايه قوي خليني ابعت اعمل اندوسكوبي. الاتش بايلوري تريتمنت الانديكيشنز وجود البيبتيك ألسر لوحده، انا قلنا ان الاتش بايلوري ممكن الاقيها في النورمال بيرسون، ممكن الاقيها ده كومنس، ممكن الاقيها من غير اي ديزيز، ما بعرفش غير لما بيكون ريليتد لديزيز، لما يكون فيها اسوشيتد ديزيز زي البيبتيك ألسر او المالتوما مالت لينفوما او after resection of gastric cancer بدور عليها طبعا، لان هي انا كده العين ده اصلا malignant فبالتالي ليها لينك. من الصعب جدا، انا قلت ان في منها سترين هي ممكن تبقى تعمل precancerous، لكن ما اقدرش اشخصها، ما اقدرش اجيبها، ما اقدرش اطلع السترين دي بالذات اقول ان هي دي اللي بتعمل malignancy او لا. فهي وجود المالجنسي في حد ذاته يبقى هو العيان ده من حظه ان جاله السترين اللي بتعمل مالجنسي. الفيرست ديجري ريليتيف اوف جاستريك كانسر بيشنت، لان دول بخاف عليهم بصفه اكبر من غيرهم. النون اولسر ديسبيبسيا ذات انديكيشن اوف تريتمنت، ولو العيان ده هيبقى عنده اكتر من فاكتور، يعني هو عنده العيان ده انا هبتدي له نون ستيرويدال لونج تيرم ثيرابي ويز نون ستيرويدال ثيرابي مثلا عشان خاطر عنده روماتويد، فانا قبل ما اديله النون ستيرويد وانا عارفه ان النون ستيرويد كود بي هارمفول ليه وممكن تعمل له مشكله، يبقى ادور على الاذر فاكتورز اللي ممكن تعمل له هي كمان مشكله، يبقى هدور على اتش بايلوري واعالجها. هي دي الانديكيشنز اوف اتش بايلوري تريتمنت. بنعالجها ازاي؟ مشكله الاتش بايلوري انها زي ما اتفقنا عايشه معنا طول عمرنا، من واحنا عندنا 8 سنين تقريبا ابتدت تجيلنا، فاتعرضت لكل الانتي بايوتكس اللي احنا اخذناها من يوم ما جت هي عندنا وكده، هي زي الضيفه اتعرضت لكل الانتي بايوتكس اللي احنا خدناها، لاي دور بارد، لاي دور جاسترينترايتس، لاي دور اي حاجه في الدنيا اتعرضت ليه، لدرجه انها بقى ممكن يبقى عندها ريزيستنس بسهوله للانتي بايوتيك تريتمنت. علشان كده دايما بنلجا للتريتمنت بيبقى كومباينيشن، ما بناخدش ابدا سنجل انتي بايوتيك ونكتفي بيه. طبعا لازم الباك بون بتاع التريتمنت هو البي بي اي بروتون بامب انهيبيتور، ده هو الحاجات اللي بتقلل اسيديتي عشان خاطر بتهيئ الانفايرمنت للانتي بايوتكس انها تشتغل. وبندي تو انتي بايوتكس اشهرهم الكلاريثرومايسين والاموكسيسيلين ان كومباينيشن، ليه؟ لان اتفقنا ان الريزيستنس ريت عاليه جدا في الاتش بايلوري.
ممكن ندي كلاريسوميسين ده الاساس، وممكن ندي الاماكسيسلين او ندي مكانه الماترونيدازول لو العيان بالذات الرجيك للبنسلين. هو ده الستاندرد تريبل ثيرابي للاتش بايلوري. في عندنا بروتوكولز كتيره جدا بنستغلها. طبعا وجود البروتوكولز كتيره معناه ان مفيش واحد منهم بيدي 100% سكسس ريت. ليه؟ لان انا بلجأ للبروتوكولز الثانيه عشان خاطر انا ما نجحتش بالبروتوكولز الاولانيه، فعشان كده عندي بروتوكولز كتيره للتريتمنت اوف اتش بايلوري. ستاندرد اللي انتم تعرفوه اللي هو الاساسي البي بي اي بلس كلاريسوميسين بلس ايذر اماكسيسلين اور مترونيدازول. الاذر ريجمن بتستعمل امتى؟ لما بيكون عندي ريزيستنس للستاندرد ثيرابي، منهم البيسماس ريليتد ثيرابي ممكن لو بيبقى عباره عن رانيتيدين بلس كلاريسوميسين بلس اماكسيسلين اور ميترونيدازول. امتى بقى بستخدم البروتوكولز الثانيه؟ لما بيكون عندي برضو ريزيستنس، فبضطر ان انا استخدم بروتوكولز جديده زي الكوادربل ثيرابي زي اللي هو البي بي اي ستاندرد دوز بي دي بلس بيسماس بلس تتراسايكلين بلس ميترونيدازول. اللي انا بقوله دوت اكزامبلز للحاجات البسيطه، لكن الموضوع اكبر من كده. احنا ممكن برضو ان في اذر بروتوكولز فور تريتمنت، في حاجات تانية بنقولها سيكوينشال ثيرابي، في اذر موداليتيز اوف تريتمنت، لكن على الاقل تعرفوا اللي مكتوب ده عشان خاطر ده هو ده اللي يعتبر البيزك. بعد كده الحاجه الثانيه اللي احنا بنخاف منها على الجي اي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. احنا اتفقنا ان نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اصلا هي السيروجينات بتعمل ألسرز، فاحنا بنخاف منها خصوصا على اللونج تيرم. ليه؟ لانها بتبقى انتي بروستاجلاندين. البروستاجلاندين بروتكتيف، من ضمن البروتكتيف فاكتورز اللي احنا اتفقنا عليها في الاول خالص اللي هي ايه، بروتكتيف للاستمك من الألسر افكت. نيجي بعد كده نقول النون ستيرويدال ليه ممكن تعمل مشكله. ممكن تعمل ايه بقى؟ ممكن تعمل ديسبيبسيا. ممكن حد ياخد حبات نون ستيرويدال اللي هو سنسيتيف شويه يبتدي يشتكي من ديسبيبسيا. ممكن تعمل اكزاسربيشن للريفلكس اللي هو الجيرد الجاستروسيري ريفلكس ديزيز. ممكن تعمل بيبتيك ألسر زي الجاستريك ودودينال ايروجنز اند ألسرز. ممكن تعمل حتى ايفن ايروجنز في سمول انتستين وبرده في الكولون، وممكن حتى ايفن تعمل هيباتايتس. فدي الافكتس او الادفيرس افكتس اوف نون ستيرويدال على الجي اي. طبعا في منها جزء اللي هو فوق سهل خالص بيبتيك ألسر، وممكن حتى ايفن افكت سمول انتستين ايفن كولون، ممكن ايفن افكت الليفر وبتعمل هيباتايتس. اخر موضوع هنتكلم عليه الجاستريك كانسر. هناخده لايتلي، مش ندخل في الدبث قوي. هنعرف عنه معلومات بسيطة. مطلوب نعرف عنه ايه؟ ان هو the first most common cause of cancer، يعني بالذات في اليوروب and USA، يعني هو اسباب الكانسرز بالترتيب هنلاقيه رابع واحد. يعني مش عارفة دي ميزة ولا عيب، لان انتوا بنات وولاد مع بعض، فانا كنت البنات بقول لهم الحمد لله بيجي للولاد اكتر من البنات، للرجالة اكتر 3 times more common in men. معظم المالجنس كده، احنا علينا الاوتوميون هم ليهم المالجنسي. mostly diagnosed more than 65 years of age. incidence of enteral and body cancers are declining. ليه؟ لان في awareness about H. pylori وفي awareness about its treatment and eradication. ان هي ليها لينك، هي ليها لينك بس ليها لينك امتى؟ لما بيكون في symptoms، لما بيكون في العيان بيشتكي من pathology related لل H. pylori. Precancerous condition ال H. pylori خصوصا الاسترين الخاصة بالmalignancy. ال postoperative stomach العيان بيبقى شايل جزء، فبيبقى الجزء اللي فاضل ممكن يبقى out of control يحصل فيه malignancy. طبعا الgastritis specifically autoimmune gastritis والatrophic gastritis، هما دول بالذات اكتر اتنين gastritis بيبقوا precancerous بالنسبة للgastric cancer. الجاستريك ادينوما هي بناين تيومر ممكن يقلب على مالجنسي. البارت اسافجس وده يعتبر دلوقتي من اشهر الحاجات بعد الاتش بايلوري. البارت اسافجس اللي هو بيبقى فيه نتيجه للكرونيك ريفلكس العيان بيحصل له، انا قلته لكم المره اللي فاتت وانا بتكلم عن الديسفاجيا وقريته لكم حتى. البارت اسافجس عباره عن ترانسفورميشن لللور اند اوف اسافجس من اسافجيال ميكوزا لجاستريك ميكوزا نتيجه للكرونيك ريفلكس. كرونيك ريفلكس بيغير شكل الميكوزا فبيحولها لجاستريك ميكوزا. لو تساب الكرونيك ريفلكس دوت ما تعالجش
بيؤدي بعد كده لبرد، وراها البرد ده بتقلب على بيقلب على اسوفجيال ادينوكارس او كارديا ادينوكارسينوم. جيناتك ريسك فاكتورز، بعض الفاميليز بيبقى عندها الجاستريك كانسر بنسبه عاليه، هو معروف حتى ان هو كمان في ساوث ايست ايجن في اليابان، جابان اكتر مكان تلاقي فيه جاستريك كانسر. برضو من الجيناتك الريسك فاكتورز فاميليال ادينوماتس بوليبوزيس كولا، وده جيناتك ديزيز ليه لينك الجين موجود بيعمل بوليبس all over the GI ومنها الاستمك. other risk factors like smoking like dietary factors، الناس المحبة للميت ومقلة في الفروتس والفيجيتابلز والحاجات اللي هي healthy لحد كتير، الناس اللي بتحب الحاجات اللي smoked برضو smoked items، الحاجات اللي هو البريزيرفاتيفز اللي موجودة في الفود، الالكوهول، الحاجات دي كلها ممكن تبقى ليها علاقة قوية للجاستريك كانسر. الباسف سيولوجي، انا هناخد الموديل بتاع الاتش بايلوري. الاتش بايلوري بداية بالانفكشن العادي، اول حاجة بتعملها سوبرفيشال جاسترايتس، وبعد كده بتتحول لاتروفيك جاسترايتس. الاتروفيك جاسترايتس لو استمرت هتحول انستاينال ميتابلازيا، ولسبب ما بيحصل فيها ديسبلازيا، ودي بداية الكانسر. ديسبلازيا هي بداية الكانسر، هو ديسبلازيا ان الجيناتك ماتيريال اتغيرت وبقت البروليفريشن اوت اوف كنترول وبتحول بعد كده الكانسر. الكلينيكال بريزنتيشن، كانسر عاده بيبقى اسيمتوماتيك، العيان عاده بيجي من غير سيمتومز، عاده بيجي بسيمتومز امتى؟ في الليت ليت ستيجز، يعني مثلا خلاص بقى، فممكن يجي بديسبيبسيا اللي هي في السن الكبير، ممكن يجي بانوركسيا، ممكن يجي مش ميت افيرجن، ده من الحاجات اللي كومن ولو نعم يعني ايه بتبقى صعب العين بيبقى كلو، يعني العيان يجي يقولك انا مش حابب اكل ميت بالذات. طبعا لو العيان ليت بيجي اكتر بويت لوس، ممكن يجي ببليدنج، ممكن يجي بانيميا، ممكن يجي ببيجاستريك ماس، ممكن يجي بميتاستاسيس في اي مكان، لنف نود او بون او بالمونري او كده في الليت ستيجز. وعاده للاسف الشديد جدا الجاستريك كانسر بيجي في الليت ستيجز، من الصعب انه يجي ايرلي بما ان احنا عندنا الحاجات الفانكشنال كتيرة جدا، وبما ان احنا مش اوير قوي بفكرة امتى to seek medical help، يعني احنا سهل قوي ان عيان يجي يعني ايه يسمع من قرايبه لا ده شوية اكل تعبوه خلاص بقى بتقلقش يعني. فالفكرة في ايه؟ امتى العيان بس بي seek medical help، وامتى بيروح للدكتور oriented وعارف امتى اقول ده functional وامتى دي organic. investigations زيه زي اي malignancy بيبقى عادة عايزين نشوف الليجن تيومر وناخد منه بايبسي ونبعتها للهيستوباثولوجي، هو ده الاساس، ان احنا بنشوف الهيستوباثولوجي بتاعه عن طريق البايبسي وبنعمل اندوسكوبي في ناخد بايبسي من الماس ونبعتها فور هيستوباثولوجي. الستيجنج ممكن نعمل سي تي، ممكن نعمل الترا ساوند، الالترا ساوند دي ممكن نعملها ممكن ما تبينش من بره، فممكن نعملها بالاندوسكوب اللي هو الترا ساوند او اندوسكوبيك الترا ساوند. مانجمنت طبعا مالجنسي، يعني يبقى لاكي جدا لو قدرنا نعمل له سيرجري، ساعات السيرجري بتبقى كيوراتيف لو ايرلي، لو هي ايرلي العيان ايرلي مفيش ميتاستاسيس مفيش سبريد فبيبقى كيوراتيف، وساعات بنضطر تبقى بالياتيف امتى؟ لو في اوبستراكشن عملت لك بقى يعني اوت فلو اوبستراكشن او مش قادر ياكل او كلام من ده فبنعملها بالياتيف بس بتريليف الاوبستراكشن. للاسف المورتاليتي بتاعته عاليه لو العين ايرلي وقدرنا نعمل له تكنيكس خاصه كده بالمنظار اللي هو الاندوسكوبيك ميكوزا ريسكشن اي ام ار stands for endoscopic ميكوزا ريسكشن، بنقدر نعمل ريسكشن عن طريق المنظار ده لو فيري سوبرفيشال ليجن واخد الميكوزا بس كارسينوما انسايتو مثلا، ونقدر نعمله بالمنظار، ويعني والتكنيكس اصلا مش سهل ومش موجود كتير مش في اماكن كتير. زي ما اتفقنا الماست سيرجري باليتيف لكنها ما هياش ايه كيوراتيف، للاسف الشديد ما هياش كيوراتيف. بنحتاج في بعض الاوقات ان احنا نعمل ادجوفنت ثيرابي كيموثيرابي، بندي بعض التريتمنت عشان خاطر يقلل السايز بتاع التيومر، علشان لما نيجي نعمل سيرجري يبقى اسهل ونحولها يمكن نقدر نعملها كيوراتيف اكتر.
طبعا الجاستريك كانسر زيه زي اي كانسر في الدنيا بيحتاج ايه؟ السابورت، السابورت من الفاميلي، سابورت من المستشفى، سابورت من الـ من النيرسز، من اللي هو ساعات كتير جدا بيبقى لايك بنقول عليه end of life support، لان للاسف الجاستريك كانسر من الحاجات البروجنوز بتاعها باد. على حسب طبعا، هو بيختلف على حسب المكان بتاعه. لو ان في الكارديا مثلا بيبقى البروجنوز بتاعه سيرفايفل ميبي اب تو 6 مانث بس، فعلشان كده السابورت ساعات هو اللي بيبقى الحل الوحيد. احنا محتاجين بس سابورت العيان عشان خاطر يقضي بقيه حياته، امبروف الكواليتي اوف لايف بقيه حياته without pain، without يعرف ياكل، يعيش اللي فاضل من عمره in peace. كده انا خلصت ده كل ما يتعلق ب gastric duodenal disorders. هبستني اسمع منكم بقى لو في حد عايز يسال سؤال. محدش. شكرا دكتورة، يعطيك العافية. ساتسفايد بكلام كده؟ خلاص مش حدث أي حاجة؟ كله واضح يا تكرم. طيب الحمد لله. أوكي، لو في أي حاجة بس برضو بلغوني. نسيت قبل ما أنسى، صحيح الأسبوع الجاي بإذن الله إحنا عندنا إجزام يوم الخميس ويوم الأربع ويوم الثلاث طول الأسبوع، خاص بير 4 و 5 و 6. فاحنا في تو اوبشنز، يا اما هناخد الخميس على الساعه 5 مثلا هكون رجعنا من الاكزام، او السبت. تحبوا ايه؟ هقول لكم، فكروا مع بعض وخدوا راي بعض في الجروب زي ما انتم عاوزين، وحد يبلغني بس قدامكم الخميس الساعه 5 او نقول السبت الساعه 12 الظهر، تمام؟ لان هم دول الافيلبل الحقيقي بالنسبه لي. للأسف كل الأسبوع عندي فل. تمام؟ تمام دكتورة. ماشي يا حبايبي، يلا مع السلامة.